هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يذكر أهل السير وأهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاصر أهل الطائف وثقل على الصحابة رضي الله عنهم هذا الحصار، فاستشار رجلا يقال له نوفل ابن معاوية، فقال: ما رأيك في المقام؟ فقال نوفل: هذا ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. هذا يذكره أهل السير فيما يذكرونه دون التعليق عليه، لكن هذا من مرويات الواقدي، والواقدي متروك الحديث، ولذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: ويروى بصيغة التمريض والتضعيف، فدل هذا على أن هذا القول ليس قولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول لنوفل ابن معاوية، ومع ذلك فهذا السند ضعيف باعتبار أن الواقدي هو الذي ذكره، والله أعلم.